مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. إلى العناوين: وزير العدل يكشف من وهران عن مشروع صياغة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ووضع حد للآفة لاسترجاع الأموال المنهوبة. وزير الطاقة يؤكد من الطرف أن الأولوية في مجال الطاقة لمناطق الظل عبر الوطن وبن عامة وتيرة متسارعة في إنجاز مختلف المشاريع لفك العزلة عن المناطق النائية. تواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في ظروف جيدة والعينة عن العملية من وركلة. مسجد عقبة بن نافع ببسكرة منارة علمية وحضارية وقطب ديني يشع هديا ونورا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، كشف وزير العدل حافظ الأغتام بالقاسم زغماتي من وهران عن مشروع صياغة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد التي ستمكن من وضع حد لهذه الآفة واسترجاع الأموال المنهوبة، إضافة إلى ورشات أخرى مفتوحة منها القانون المجرم للاختطاف. مختار مذكور. من ولاية وهران، كشف وزير العدل حافظ الأغتام بالقاسم زغماتي عن قرب استكمال الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد كآلية جديدة من شأنها استرجاع الأموال المنهوبة وفق مقاربة تنظيمية مدروسة. نحن في اللمسات الأخيرة من إعداد المشروع المتعلق بإعادة النظر في القانون 0601 المتعلق بمكافحة الفساد الوقاية منه. إن شاء الله سيعاد النظر فيه بصفة جذرية. أولا، من حيث الوقاية سوف نحاول أن نجد ما هي الآليات التي من شأنها أن تقينا من هذه الظاهرة، وكذلك من حيث التجريم سوف يعاد النظر في طبيعة الجرائم، طبيعة العقوبة وطبيعة العقوبة التكميلية المترتبة على هذه الجرائم، وفي كذلك مقاربة أخرى هي حديثة كانت غير موجودة في قوانيننا من قبل، وهي إرساء الآلية القانونية التي سوف تساعدنا على استرجاع ما تم نهبه من المال العام. القاسم زغماتي شدد بالمقابل على ضرورة الاستعانة بالرقمنة، معتبرا ولاية وهران ولاية نموذجية لتعميم العملية خدمة للقطاع والمتقاضين بشكل عام. عندما نقول مليون نسمة تكون عندنا فكرة على المعاناة اللي كان يعانيها المواطن مدينة وهران للتكفل أو للحصول ما هو في حاجة إليه لدى المرفق القضائي. إذن هذا مكسب ويحق لنا أن نفتخر به. هذا ويعمد قطاع العدالة على فتح عديد الورشات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات لتلافي تعاظم نسب الأحكام القضائية والأحكام الغيابية. أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر أن التفاعل والنقاش الذي أثاره مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر المقبل يدل على وعي الشعب الذي أصبح متابعا وملما بالموضوع من كل جوانبه، موضحا في حديث للميادين أن الاستفتاء الشعبي في كل البلدان الديمقراطية هو أسمى تعبير عن الديمقراطية. وبخصوص الوضعية الصحية بالجزائر، أكد عمار بالحيمر أن الحكومة لن تغامر بأرواح أبنائها مهما كلف الأمر. وقرار الرفع الكلي للحجر الصحي من صلاحية اللجنة العلمية لمكافحة تفشي وباء كورونا التي تقدم يوميا الإحصائيات والتطورات الوضعية الوبائية في الجزائر بكل دقة. وحول نظرة الجزائر إلى التطورات الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، أوضح عمار بالحيمر أن هذه القضية مقدسة والجزائر تعتبرها أم القضايا وهي قضية عادلة، وموقفنا منها واضح
ثابت وصريح، وأن قضية الهرولة والتطبيع لا تباركها أو لا نباركها ولا ندعمها، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة. وبشأن الأزمة السورية أوضح بلحيمر أن موقف الجزائر ثابت ومع الحكومات الشرعية القائمة، تفاديا للفوضى السائدة في بعض الدول العربية، مجددا أن موقف الجزائر في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد واللجوء دوما إلى الحلول السلمية والمحلية في حل الأزمات هو الموقف الصائب والسليم. وبخصوص الملف الليبي، أكد الوزير أن الجزائر من خلال موقعها كدولة جوار وهي مساندة للحل السياسي في ليبيا، وتضع مصلحة الشعب الليبي ووحدة ترابه وسيادته في صلب الاهتمامات. والجزائر على اتصال دائم مع كافة الأطراف المساهمة في الحل السلمي لليبيا، بعيدا عن أي استغلال أو توظيف لها خارج السياق الليبي. في مستهل مواضيعنا حول مشروع تعديل الدستور، يعرض علينا رامي عامر أبرز المواد المتعلقة بتكريس مبدأ الفصل بين السلطات. في مسعى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، عمد الخبراء والمساهمون في مشروع تعديل الدستور إلى تقسيم المسؤوليات في السلطة التنفيذية بتوسيع صلاحيات من يكلف بقيادة الحكومة والجعل من الحكومة أكثر استقلالية. وتبقى الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وأمام الرئيس، ويتمتع في هذا الخصوص البرلمان بسلطة رقابية قوية عليها، إذ تمنح له القدرة على حل الحكومة من خلال تقديم ملتمس حجب الثقة عنها. وخلص الاجتهاد في مشروع تعديل الدستور إلى أنه في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا يكلف بتشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتمثيل البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء ثم على البرلمان للمصادقة. وفي حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة والذي يعمل بدوره على إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية. وإن لم يتوصل رئيس الحكومة إلى تشكيل حكومته في أجل 30 يوما، يعين رئيس الجمهورية مرة أخرى رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة. ووفقا للدستور، يتوجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا حول السياسة العامة، وللوزير الأول أو رئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة استقالة الحكومة. وتمنح الرؤية المتمثلة في مقترحات تعديل الدستور صلاحيات أوسع لمن من شأنه أن يقود الحكومة وزيرا أولا كان أم رئيس حكومة، إذ يوجه ويراقب عمل الحكومة وينسقه ويعين في الوظائف المدنية للدولة ويسهر على حسن تسيير الإدارة العمومية والمرافق العمومية. خلال لقائه فعالية المجتمع المدني بتيزي وزو، أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان أن مشروع التعديل الدستوري يكفل للمجتمع المدني المشاركة الفعلية في صنع القرارات. الأخضر كعوان. نحو تصدير استراتيجية مستقبلية تسمح بتنظيم وتأطير الحركة الجمعوية وتمكينها من أداء الدور المنوط بها. طبعا تأطير يحتاج آليات، يحتاج مرافقة، يحتاج تأهيل من خلال مجموعة من الآليات. أولى هذه الآليات هي مسودة الدستور اللي بين أيدينا، واللي إن شاء الله الشعب الجزائري راح يعطي رأيه فيها بكل ديمقراطية يوم أول نوفمبر. ممثل المجتمع المدني عبروا عن انشغالاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم التي يصب مجملها في ضرورة إشراكهم في صنع القرار. الحاجة تهم جورة شينغال برجدون الريبوبليكا ديار كونفيونس يغيرنا نكوني لي بريزيدون دي زاسوسياسيون اي كلي ممبر دي زاسوسياسيون من بعد نكوني سنر كونفيونس لي سيتويان. هذا لقاء انا نقول لقاء مبارك، لان لاول مره اعطيت لنا فرصه باش الواحد يعبر
عن المشاعر نتاعو وعن الاحتياجات نتاعو وعن الرؤية نتاعو للجزائر الجديدة التي نتحدث عنها كثيرا. أديني غيوك إلى الأسوسياسيون كي أكتيف ذي التيرا أذفك نتوك فوس دوك فوس أن معاونتوك كنين الله أكنن فنوث الجزائر إن شاء الله دفكوذ ميقرزن وتغال خير نزيخنيا. مستشار رئيس الجمهورية تطرق أيضا إلى إمكانية إشراك فعاليات المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي والإطلاع بالدور الرقابي على مؤسسات الدولة على المستوى المحلي. الآن مسودة الدستور في المادة 205 تؤكد على إشراك المجتمع المدني، لكن المجتمع المدني محتاج إلى تكوين في هذه المسألة، ماهوش يعني المسألة ما تمش بأي شكل، تم وفق إجراءات محددة. لهذا الجمعيات اللي معنية بهذه المسألة بمسألة مكافحة الفساد راح تتلقى تكوين من هذه الهيئة اللي بدايتها راح يكون إن شاء الله يوم 5 أكتوبر. ليختتم اللقاء بالدعوة إلى التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ العنصرية والتفرقة بين أبناء الجزائر الجديدة من خلال تزكية الشعب لمشروع تعديل الدستور في الاستفتاء القادم. وفي ندوة فكرية احتضنتها ولاية بشار وبادرت بها المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، أبرز المشاركون روح بيان أول نوفمبر التي انعكست في مشروع التعديل الدستوري ورمزية اختيار الفاتح نوفمبر للاستفتاء الشعبي. الندوة شكلت فرصة لتسليط الضوء على بطولات منطقة الجنوب الغربية في مجابهة الاستعمار الفرنسي. هذه الرمزية التي أردنا من خلالها تقديم مقاربة بين الفاتح من نوفمبر 1954 وبيانه بيان أول نوفمبر والاستفتاء بيوم بالفاتح بالنوفمبر باستفتاء الدستور لانتقال إلى جزائر جديدة. هذه المقاربة أو هذه الرمزية التاريخية الذي أردنا من خلالها تقديم رسالة للشباب للاستفتاء بيوم للخروج يوم الفاتح من نوفمبر للاستفتاء على الدستور لتأسيس دولة جديدة، دولة الحق والقانون. وتحضيرات لموعد الاستفتاء جارية إذ تستكمل بوذكلا، وعلى غرار باقي ولايات الوطن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. فاطمة الزهراء بن عفا. تم بولاية ورقلة تنصيب أعضاء المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهذا بحضور منسقي المندوبيات البلدية على مستوى الولاية، أين تم إعطاؤهم توجيهات كافية لمراجعة القوائم الانتخابية والتحضيرات القائمة لتطبيق البروتوكول الصحي. على أن يشرفوا على هذه العملية وأن يمدون أولا بأول كل البيانات المحددة بهذه العملية ولا سيما المتعلقة أو المعلومات المتعلقة بسيرها وبعدد المسجلين أو المشطوبين أو الوفيات أو التسجيلات المتكررة وغيرها من البيانات، يعني بصفة يومية. وتحضيرا لمراجعة القوائم الانتخابية عبر مختلف بلديات ولاية ورقلة، باشر أعضاء منسقي مندوبيات البلدية للولاية مهامهم في إطار القانون لإنجاح يوم الاستحقاق القادم. أنا كنت في بلدية نسكن في بوقفالان، بدلت الخفجي باش نبدل الإقامة نتاعي، درك كي جيتهم ما لقيتش اسمي باش نعاود نعمر دوسي ونعاود ننتخب إن شاء الله. وجودي هنا في المكتب تاع الانتخابات هو بصدد على كل حال تصحيح اللقب، هذا بيا الوثائق نتاعي تكون صحيحه. ويسعى منسقو مندوبيات البلديه للولايه الى توعيه وتحسيس المواطنين حول ممارسه حقهم الانتخابي. خلال زيارته إلى ولاية الطرف، أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن ربط مناطق الظل والمساحات الفلاحية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي من أولويات برنامج الحكومة، معلنا أن هذا البرنامج يكتمل قبل نهاية 2021. عبد المجيد عطار أشرف خلال الزيارة على عملية تموين أزيد من 380 عائلة ببلدية البسباس بغاز المدينة. سعيد بالعز.
أهمية بالغة واهتمام كبير أولاه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمناطق الظل وما يسمى بالمناطق المنسية لأجل التكفل بالانشغالات الاستعجالية للمواطنين تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية. مناطق الظل من الأولويات نتاع رئيس الجمهورية، من الأولويات نتاع برنامج الحكومة. ستادير بون لهنا راكم تقولوا بلي كاين 99 منطقه من منطقه ظل رايحين تخلصوها من نهايه السنه طبعا. ان شاء الله وقت تكونوا في الموعد، لان على بالك مناطق الظل هما اللي مضرورين اكثر من كل المناطق الاخرى. لهذا الغرض أشرف وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار في إطار معاينته لمناطق الظل بالطرف على إعطاء إشارة انطلاق التموين الرسمي بغاز المدينة لمنطقتي الظل حي سيدي جميل وحي نجوى بخوش ببلدية البسباس، حيث عانى سكان المنطقتين منذ عقود من الحرمان والتهميش، وظل غاز المدينة بالنسبة لهم حلما بعيد المنال. فيما يخص تزويد الغاز، احنا الآن رانا انطلقنا في عبر كل الولايات، ماهوش غير ولايه الطرف باك فقط. هذا وكانت لوزير الطاقه وقفه معاينه لمشروع المحطه الكهربائيه المركزيه التي ستغطي احتياجات المنطقه. من ولايه عامه اكد المكلف بمهام برئاسه الجمهوريه المكلف بمناطق الظل ابراهيم مذاد ان الدوله ماضيه في بعث التنميه بمناطقهم وتحسين وضعهم المعيشي. مصطفى بندهينه. مناطق الظل عبر ولاية النعامة موزعة على الشريط الحدودي والبوادي والأرياف، وكذا ببعض التجمعات السكانية على أطراف المدن والقرى الكبيرة. السيد إبراهيم مراد، وفيما يتعلق بمتابعة ملف مناطق الظل، التقى مطولا ساكنة هذه المناطق. واليوم راني هنا راني نسعى باش الشعب تاعنا هذا يكون شعب مستقر، يستقر في بلاده ويقعد. هل كل هذا كان من السابق؟ ما كانش من السابق. يعطيك الصحة. كيف السيد الرئيس أقره؟ لأنه يعرف الميدان ويعرف الواقع المعيش من قبل المواطن. والحوايج اللي وعدونا بهم راهم لحقوا، هي النقاشات تكون. وحنا ثاني أنا عارفينها تكون تدريجين بالطرف. اللي وعدونا بهم راهم لحقوا. بقينا خدمة الشباب السما اللي هنا راها معزولة، ما عندهمش الخدمة، راها ما عندهمش. نشكر الأب رئيس الجمهورية اللي بصيص الأمل بان بعد معاناة، يعني كنا نعانوا صح. من هنا نتأكد ويكبر الأمل أننا فعلا في الطريق الصحيح نحو الجزائر الجديدة. في الميزانية سنة 2021 أعتقد أن أموال أو اعتمادة ستخصص أساسا لمناطق الظل، وغير ممكن لا يكون هذا، والسيد الرئيس مازال يولي لها الاهتمام البالغ. بولاية عامة وعلى أرض الواقع مشاريع كثيرة بمناطق الظل أخذت طريقها في الإنجاز، وذلك حسب الأولويات والإمكانيات والوسائل المتاحة. من ولاية الجلفة أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية قافلة تضامنية تشمل وسائل الوقاية من وباء كورونا، إضافة إلى أجهزة لفائدة المؤسسة العمومية بالمناطق النائية، وهي المبادرة التي ينتظر أن تشمل مختلف المناطق الصحراوية بباقي الولايات. سهيلة دغمو. تعد قرية معلبة واحدة من المناطق النائية بولاية الجلفة التي استفاد سكانها من جهاز تسخين المياه بالطاقة الشمسية. فرغم استحسان السكان للمبادرة، إلا أن مطالبهم وأمالهم أكبر لتحسين الظروف المعيشية، خاصة وأن معلبة قريبة من عاصمة الولاية. وهالمبادرة نتمنوها بصح لو كان تزيد مبادرات واحدة أخرى. احنا راه خاصنا هدا حوايج. المبادرة احنا اللي جينا فيها فايدة، بصح احنا راه عندنا هذه راه قرية حضارية، بصح ما فيها والو. احنا عندنا الغاز منها كيلومتر، راه الناس تشري في القرعة، تشري فيها ب 60 70 الف شتاء. الماء عندنا هو ماخذ منا، والستيرنا نشرب فيها 120 الف. هي مبادرة جيدة رغم انه كان نقص كبير بالمنطقة،
نقص كبير بزاف كاع، نقص من الكهرباء، نقص من الغاز، نقص من الماء. وبوصول هذه القافلة التضامنية لولاية الجلفة ينتظر توزيع أجهزة التسخين على 50 مؤسسة عمومية بين مدرسة ومصلحة علاج في أقصى المناطق المعزولة. هذه العملية كانت الانطلاقة من ولاية الجلفة، حوالي 50 مسخن للماء، وستشمل إن شاء الله باقي الولايات الصحراوية في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. وتواصل القافلة طريقها نحو المناطق الصحراوية لتتمكن من توزيع أجهزة تشتغل بالطاقة البديلة ووسائل وقاية. تعاني سكان قرى منطقة سيدي مزغيش بسكيكدا من نقص في مختلف ضروريات الحياة. عقد يوميات المواطنين الذين يأملون في تحسين أوضاعهم قريبا. حسن متطلع. هي معاناة لسكان هذه القرية، فجل مرافق الحياة تنعدم بها، فالتهيئة غائبة والغاز منعدم والماء موعود، أما المستوصف فهو إنجاز مع وقف التنفيذ ظل مغلقا منذ أكثر من 30 سنة. كما راكم تشوفوا الصورة تعبر على روحها، ما نقدروش نحكيهم فوقك، ما نقدروا نحكي والو، كتشوف حالة كارثية. اللي ما عندنا والو حنا، تسمى المستوصف مكاه كما شفتوا مبلع. أخرى بالنسبة للشروب ما عندناش. ما كاينش الماء، الغاز ما نحكيوش، بالك المنطقة هذه أعلى منطقة في سيدي مزغيش، يعني باردة في الشتاء ما تقدرش توقف هنا، ما عندناش الغاز. حنا في الشتاء هنايا باش تدبر قرعة تاع غاز تخسر 200,000 تكري تاكسي باش تحوس على قرعة تاع غاز. أما المدرسة الابتدائية الوحيدة المتواجدة بالقرية فعوض أن ترمم لتعمر تركت هكذا بلا سقف ولا أبواب ولا تدفئة، وأضحت خاوية على عروشها. نقلنا هذه المعاناة إلى المجلس الشعبي لبلدية سيدي مزغيش، فوجدناه هو الآخر يعاني، فلا رئيس ولا أعضاء والمهام مجمدة، وأمور تسيير المجلس أوكلت إداريا إلى الكاتب العام للبلدية الذي رد في الموضوع يقول: والمقاول بصدد إنجاز الترميمات، غير أنه تم ظهور أشغال تكميلية مما استدعى إلى إنجاز ملحق، والملحق الآن على مستوى المراقب المالي. نسعى بربي إن شاء الله في أي اقتراح يعني يكون بربي إن شاء الله نحط لهم جمع، سواء ما ولا أسينيسمو ولا يعني مستوصف ولا أي حاجة إن شاء الله. فهل ستتحول هذه الوعود والتطمينات إلى واقع، أم أن دار اللقمان ستبقى على حالها؟ في النشاط الفلاحي سجلت ولاية تيبازا مردودا وفيرا من مختلف المحاصيل، تطلعنا عليه أحلام جلانمي من خلال هذا الروبورتاج. لا تزال ولاية تيبازا تحتل المرتبة الأولى في زراعة وإنتاج الخضروات، وبهذا تعد مموينا رئيسيا لبعض الولايات المجاورة. الشاب أحمد بعد استفادته من عقد شراكة اختار الاستثمار في المجال الفلاحي. كنا نخدموا فلاحة عادية، شوية خضرة شوية كذا، مع القانون هذا ساعدنا سوسو تاع قانون الشراكة. كليمونتين فيها متقسمات لذفاريتي، فيها لينيز، طوماطيرا، فولكا، وان بلوس مليك قارس كات سيزو وطامسون. أما عمي أحمد استغل هذه المساحة المقدرة بثمانية عشر هكتارا كي يلبي احتياجات السوق من الخضر. نخدم غير هذه، غير طوماطيش، ونخدم الطرشي، نخدم الحر هذه، نخدم اللوبيا. أنا سينا الفلفل هذه ونجحت الحمد لله. ونجو للبحيره، نجو من ديارنا على 5 4 تاع الصباح، الستة هنايا نبداو نكومونسيو في السلعه هذه، نحيوها كاع نجدوها، وما تلحق 12 نخرجوا نفطروا، الوحده نرجعوا، الربعة تاع العشيه نسهلوا الطريق. غير ان وفره الانتاج تقابلها بعض العراقيل. النداء نوجدوه للسلطات يعطونا الماء. يعطونا الماء، احنا ما عندناش هنا في البلاصه هذه الماء، ناقص فيها بالبزاف. الهدف تاعنا الحالي اللي هو نروحوا للتصدير، يعني نعاودوا نمدوا المكانه للكليمونتين الجزائريه، يعني في الاسواق الدوليه. هذه الشعب الفلاحيه الاستراتيجيه تستدعي تأطيرا زراعيا وتقنيا مدروسا، مما سيساهم لا محاله في دعم الاقتصاد الوطني والحد من الاستيراد.
في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت أمس 179 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50,579 حالة مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 35,544 مريضا، من بينهم 116 مريضا تمثلوا أمس للشفاء، فيما سجلت أمس 5 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1703 حالات وفاة رحمهم الله. أكدت ولاية الجزائر أن تنظيم الاجتماعات العمومية في ظل الظروف الراهنة يخضع لتدابير وإجراءات وقائية ضمن بروتوكول صحي خاص يضمن حماية المشاركين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وجاء في بيان لمصالح الولاية ردا على بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية صدر أمس، والذي ندد من خلاله بعدم الموافقة الصادر عن مصالح الولاية بخصوص طلب تنظيم اجتماع عمومي لانعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني المزمع عقده بفندق الرياض ببلدية اسطوالي بالمقاطعة الإدارية لزيرالدا. وأوضحت مصالح ولاية الجزائر بأن الطلب الذي تقدم به الحزب تضمن مشاركة ما يقارب 250 شخصا دون احتساب المكلفين بالتغطية الإعلامية على مستوى قاعة لا يمكن أن تستوعب أكثر من 200 شخص، أخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى عدم قبول التصريح بانعقاد هذا الاجتماع العمومي. وذكرت مصالح ولاية الجزائر أنها مستمرة في استقبال ودراسة أي طلب اجتماع عمومي شريطة التقيد بالتدابير الوقائية الصحية اللازمة. تمكنت مصالح الدرك الوطني بن عامة من حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية على مستوى دائرة المشرية وتوقيف 3 متورطين. من جهتها حجزت مصالح الشرطة القضائية بمستغانم أزيد من 5500 وحدة من المشروبات الكحولية. ينصب وزير دفاع المال السابق بانداو اليوم بباماكو رئيسا للمرحلة الانتقالية التي من شأنها أن تمهد للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد. وبموجب الميثاق الانتقالي الذي تم تبنيه في 12 سبتمبر الجاري من قبل حوالي 500 مشارك من قوى مختلفة في البلاد، سيتعين على قادة المرحلة الانتقالية تشكيل حكومة تضم 25 عضوا كحد أقصى، وإنشاء مجلس وطني من 121 عضوا يتألف من جميع القوى الفاعلة في الدولة كهيئة تشريعية خلال هذه الفترة التي حددت مدتها ب 18 شهرا. وفي الشأن الإيراني، أوضح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن روسيا لن تضع في اعتبارها المطالب الأمريكية بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران عندما تقرر سياستها الخاصة. وأعرب لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثة جمعته أمس بموسكو مع وزير الخارجية الإيرانية، أعرب عن أمله في أن لا تنصاع الدول الأخرى وخاصة الأوروبية المتعاونة مع إيران إلى إملاءات واشنطن بهذا الخصوص. تجاوز عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 30 مليون حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات أزيد من 979 ألف وفاة، وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة عبر العالم في حالات الإصابة والوفيات، تلتها الهند والبرازيل التي بلغت الوفيات فيها أكثر من 130 ألفا، وهي ثاني أكبر عدد للوفيات في العالم. من
من جهته دعا الاتحاد الأوروبي أعضاءه إلى التشديد الفوري للقيود الهادفة إلى مواجهة البؤر الجديدة للمرض قصد التصدي لموجة ثانية للوباء، وإلى التحرك بسرعة لمنع العودة إلى إغلاق تام جديد لأنه سيضر بالاقتصاد والتعليم والصحة العقلية للمواطنين. هذا وقد أعادت دول أوروبية عدة فض إجراءات الإغلاق لوقف انتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة مشددا. ونختم النشرة من بسكرة، حيث مسجد عقبة بن نافع المنارة العلمية والحضارية العريقة والقطب الديني المشع هديا ونورا، يقول يونس الكحلتيب. وأنت تجول مدينة بسكرة تجد اسم عقبة بن نافع قد طبع على جدران كثيرة. هذه الشخصية التاريخية التي خلدت في المنطقة بمسجد وجامعة إسلامية يزورها سنويا مئات العلماء والسياح. المكان الذي نتواجد فيه الآن وهو مسجد عقبة بن نافع بولاية بسكرة، فبشهادة ابن خلدون يقول أنه أشرف مزور من بقاع الأرض، وهذا دليل على أن هذا المكان مكان طاهر ومن أشرف المزارات الموجودة في التراب الوطني. استشهد في هذا المكان لأنه في سنة الشهيد أين يسقط يدفن. بعد ذلك توالت عليه ترميمات وتوسيعات حتى أصبح عبارة عن جامعة إسلامية كانت تدرس في هذا المكان، تخرج منها عديد من العلماء. سجل وتاريخ يعود إلى بداية الفتوحات الإسلامية للمغرب العربي، وهنا بمنطقة تهودة استشهد الفاتح عقبة بن نافع سنة 63 هجرية. صرح ديني وغيره كثير بولاية بسكرة، معالم جعلت منها مقصد العديد من طلاب العلوم الإسلامية والسياح. ختام النشرة إلى التذكير بالعناوين. وزير العدل يكشف من وهران عن مشروع صياغة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ووضع حد للآفة لاسترجاع الأموال المنهوبة. وزير الطاقة يؤكد من الطرف أن الأولوية في مجال الطاقة لمناطق الظل عبر الوطن وبن عام وتيرة متسارعة في إنجاز مختلف المشاريع لفك العزلة عن المناطق النائية. تواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في ظروف جيدة، والعينة من النشرة كانت من ورقلة. مسجد عقبة بن نافع ببسكرة منارة علمية وحضارية وقطب ديني يشع هديا ونورا. جمعة مباركة في أمان الله.